عندما كان الفارس أورجاي يقاتل رجال الأفعى الشريرة أوليس، بلغه أن الأفعى قد جعلت أخته أنبلة تشرب سماً زعافاً أغرقها في غيبوبة، وأنها في حاجة إلى ترياق جاء ذكره في أحد الكتب الطبية القديمة. عاد الفارس أورجاي إلى القلعة وتحرى أمر ذلك الترياق، ثم ذهب مسرعاً إلى العاصمة كي يبحث عن مكوناته. في العاصمة تعرف المحقق أوسكار ومساعديه بارنبي والأنسمون الذين قرروا مساعدته. سنساعدك للعثور على ذلك الترياق. تمكن أورجاي بمساعدة أصدقائه الجدد وما يمتلكونه من أجهزة علمية متطورة من العثور على نسخة من الكتاب الطبي الذي سيحصلون من خلاله على معلومات توصلهم إلى ذلك الترياق الذي سيوقظ أنبلة. استولت الأفعى على الكتاب الطبي واستخدمت ما فيه في تتبع أورجاي وإثارة الآخرين ضده، ومع ذلك نجح أصدقاؤنا في الحصول على أربعة عناصر للترياق، ولكن ما لم يكن في الحسبان هو تمكن جيكو من اختطاف أنبلة، لكن الأصدقاء تمكنوا من إنقاذها، إلا أن فرايرتك وقع في فخ الأفعى التي أخذت تخطط كي تستخدمه فخا للقبض على أورجاي. حصلنا على أربعة من عناصر الترياق، وهي الجذر النادر وجذر نبات اللفاح والكأس المعدنية وطريقة التركيب، ولكنها طريقة مرمزة. ها؟ لكننا فقدنا فرايرتك، صحيح؟ أسرته الأفعى. نعم، لكننا سنقوم بإنقاذه. بالتأكيد، سنقوم بوضع خطة محكمة، فالأفعى تنتظر قدومنا. هل تقصد أننا سندخل سفينتها؟ ليس لدينا خيار آخر. هذا خطير جداً. إنها فرصة كي نحصل على النفط، وهو العنصر الخامس للترياق، ولن نستطيع العثور على النفط إلا في سفينة الأفعى. إذن سنذهب. ما الأمر؟ نحتاج إلى مساعدتك. تكلم. نريد الدخول إلى سفينة الأفعى. حسناً، لكن هذا خطير جداً. رائع يا فرايرتك، فقد تمكننا من قراءة جميع أفكارك. وكما يقال صار وجودك مثل عدمك الآن. نعم، ولكن أنا ما كان عليك الانضمام إلى أورجاي. كان من الأفضل لك أن تبقى في قريتك تيرلا. يمكننا القول إن نهايتك قد حانت الآن. أنا لا أرجوك، لا لا لا. لا تحزن يا صديقي، سبقك إلى هذه النهاية الكثيرون، وهذا جزاء كل من يقف في وجه الأفعى أوليس. أنا لا لم أقف. لكني لن أقتلك اليوم، سوف أدعك تعيش بعض الوقت. شكرا لك. سوف تكون قطعة الجب. قطعة الجب؟ نعم، وسيأتي الفأر لأخذك. فأر؟ أي فأر هذا؟ صديقك أورجاي، ألا تعلم بأنه سيأتي لإنقاذك؟ ستكون الفخ. خذه من هنا. حاضر. ما الذي فعلته؟ أورجاي أنت. لابد أن السيد تاشا يحبك كثيراً، فالدخول إلى مخازن مركباته فرصة لا تتاح لأي كان. سوف ترون هنا ما سيذهلكم. ما هذا؟ يا له من اختراع، إنه ضخم جداً. نعم، وهذا أحد الوسائل للدخول إلى سفينة الأفعى الليزرية. إذن فهناك وسيلة أخرى. نعم، هذا، وهي تشبه مركبات الأفعى. لنجربها. لا داعي لذلك، أنا واثق بأنها تعمل. نحن نقوم بصيانة دورية لمركباتنا. مرحبا، ها قد عدت. أهلا سيدي. أورجاي وبارنبي في طريقهما إلى سفينة الأفعى، مستعد؟ نعم يا أوسكار. سيحتاجون إليك في كل خطوة، سوف يضيعون من دونك. اعتمد علي. أما نحن يا مون فسنذهب إلى تيرلا، مستعدة؟ نعم، أنا متشوقة إلى خوض هذه المغامرة. حسنا، سنغادر. إلى اللقاء. إلى اللقاء. نراك لاحقا. بدأنا نقترب من سفينة الأفعى، هل تعرفون رمز الدخول؟ أرجو أن يجده هاكسلي بسرعة. أهذه هي السفينة؟ نعم، وإن أرادت الأفعى تدمير مدينة ما فيكفي أن تضغط زراً واحداً،
وكل ما سيتبقى حفرة كبيرة. وماذا عن الحلقة؟ سؤال مهم. تلك الحلقة فوق المدينة تستخدم قاعدة لمركبات الأفعى الصغيرة، وفوقها تقف سفينة الأفعى، ولكن ليس دائما، فهي في الغالب تسافر في الفضاء إلا إذا كان هناك سبب لبقائها. وفرايرتك سبب مهم. انظروا ماذا وجدت. ما هذا؟ أقنعت حراس الأفعى. هل علينا استخدامها؟ نعم، كي لا يتعرفوكم. هاكسلي، وصلنا. أكاد أنتهي، أرجو ألا أكون قد أخطأت. حسناً، دعونا نرى الآن. رمز الدخول هو 5742X، أظنه صحيحاً. نأمل ذلك. لنبقى على اتصال. رمز الدخول سيدي 5742X، نحن على عجلة. لحظة واحدة، أرجو ألا يكون هاكسلي مخطئاً. عندها سوف يقضى علينا. 5742X، سمح لك بالدخول. أحسنت يا هاكسلي. هيا بنا. لدي إحساس بأننا نسير نحو حتفنا يا أرجاي. سأخفي المركبة ريثما تعودون. إذا نجحنا فسوف أخذك في رحلة إلى غابات تيرلا. إذن سوف أرجو لكما النجاح. بارمبي، هيا أسرع. هيا. كل ما أتمناه أن ينجحوا. والآن علي إخفاء المركبة. لقد وصلنا أخيرا. حسنا، هيا بنا يا مون. هل تعرفين أن هواء الغابات نقي جدا؟ لذلك يمكنك أن تتنفسي بعمق. ولكنني قلقة بسبب ترك أمبيلا وحدها. ها؟ اختبئي. أظن أنهم قطاع طرق، لذا علينا الحذر. نعم، يجب أن نصل إلى المبنى القديم. وصلنا، سنكون في أمان الآن. لا يزال المكان على حاله السابقة. نعم، ولا يزال موحشا كسابق عهدنا به. لا تترك، فربما كان ذلك خطرا. في الحقيقة لا أعرف لما هذا الخوف. النجاة! سيصل أرجاي إلى هنا بين لحظة وأخرى. أغلقت جميع المنافذ، اطمئني. أحسنت يا جيكو. أرجو ألا تكون قد مللت هنا. لن يطول بقاؤك على هذه الحال كثيرا. أتعلم أن صديقك أرجاي على متن سفينة هذه؟ لنغادر المدينة. حاضر سيدتي. تبدو كسفينة مهجورة. حتى الآن كل شيء يسير كما نحب. لا يزال أمامنا باب واحد، سأفتحه. لقد فتح. أين نحن يا هاكسلي؟ أنتما الآن في غرفة القيادة. كل شيء مهيأ سيدي. والآن صلاني بأحد الحواسيب كي أحدد مكان فايرتك. حسناً. انتباه، اطلع عن فوري. الجميع إلى مواقعهم. اطلع عن فوري. أرجاي، السفينة تقلع. أغلقوا جميع المخارج، لا تسمحوا لأحد بمغادرة السفينة. حاضر سيدتي. هل سمعت ذلك يا جيكو؟ لا أحد يغادر المركبة. اطمئني يا سيدتي. لن نخرج من هنا أحياء. سوف يشوونك الدجاج. لا تخافي يا عزيزتي مون، لابد أن هؤلاء الناس سيدركون خطأهم. ألم تلاحظي؟ يبدون لطفاء. استعدا، سوف تعدمان في المساء. ها؟ حقا؟ سمعت؟ مون؟
انتظري، لابد أن يكون هناك طريقة للخروج من هنا. سأرى. ها؟ ها؟ هذا غريب جدا، عينه تتحرك. إن في الأمر خدعة، انتبه، لن تنطلي علي هذه الحيل. لا، انتظر، ساعدني أرجوك، أنا المحقق أوسكار، صديق أرجاي. حقا؟ نعم، نحن أصدقاء أختي الشابة أمبيلا أيضا. هل من أخبار عن الشابة أمبيلا؟ إنها في الغابة، لذا علينا أن نخرج من هنا قبل أن يجدها أحد. هيا اتبعاني. حسنا. مون، استيقظي، هيا. أين أنا؟ تعالي، علينا أن نهرب بسرعة. هيا لا تخافا. كيف تستطيع العثور على طريقك؟ أنا سعيدة لأننا نجونا. من هنا. إلى أين تأخذنا؟ هذا الطريق يقودنا إلى القلعة ثم الغابة. فمنذ أن استولى قطاع الطرق على تيرلا نعيش هنا في الأسفل، أوشكنا على الوصول. من أين أتيتما؟ إنها قصة طويلة معقدة، ثم إنك لن تصدقنا إذا أخبرناك. لا تلمسهما، سيأتيان إلى هنا. اقتربت نهايتك يا أرجاي. هذه الممرات لا تنتهي. أشعر بأننا نقاد، هناك من يريدنا في مكان محدد. إن الوضع مريب جدا يا أرجاي، لننتظر. بارنبي، قد يكون فخا. كلامك صحيح، ربما علموا أننا هنا. لنكن حذرين. انظر، فتح الباب. إنه فرايرتك، هيا. فرايرتك، جئنا لإنقاذك. ربما تأخرنا. لقد أغلق الباب. كنت على حق، كان فخا. ما الذي يجري هنا؟ لقد نصبوا لكما فخا. توقعت مجيئك. صحيح أنك شجاع، لكنك لا تستعمل عقلك. هل كنت تظن أنك تستطيع إنقاذ صديقك هذا؟ شيء مضحك. والآن انظر. لا، لا تفعلي ذلك، يكفي. ضيفنا يصرخ في وجهي. علينا أن نعاقبه. سيكون لدينا ميتان بدلا من واحد. ستموتان. ماذا سنفعل الآن؟ رأيت مخرجا وراءنا. ستنتهي مغامرتكما المثيرة. سنقفز من هنا. اقبضوا عليهما، هيا. هيا. اصمد يا باربي. هيا صعد. أيها المعتوه، أعدهما إلي وإلا فسوف ألقي بهما. أيها الأحمق أرجاي، سوف أريك. كرة نار، لنهرب. افتح الباب. هاكسلي، هاكسلي، إنه لا يجيب. أوسكار، أهلا بك. أهلا يا آنسة. يبدو أنكما التقيتما من قبل. نعم، فقد أنقذوا حياتي ذات مرة. أخبراني، ماذا تفعلان هنا؟ كانا ينتظران حكم الإعدام. إنهم وحوش حقيقيون. الحمد لله أنكما نجوتما من ذلك. وأمبيلا. أمبيلا؟ أين هي؟ جلبناها معنا، أردنا أن تعود إلى عالمها الحقيقي. ماذا؟ أجل لا تستغرب، تركناها في الغابة قرب المركبة. أين في الغابة؟ لماذا تردد كل ما أقوله؟ ها؟ علينا أن نذهب لإحضار أمبيلا، فهي في خطر. لقد شكل قطاع الطرق جيشا كبيرا واحتلوا القلعة، ولذلك اختبأنا في هذه الأنفاق السرية التي سبق أن حفرناها تحت الأرض. إنها ممرات سرية لا يستطيع أحد اكتشافها.
إذن أنتم تعيشون في أمان. نعم، ما دام لا أحد يعلم بأمرنا. أمبلا، الحمد لله أنك لا تزالين بخير. المسكينة. هذه هي مركبتك؟ نعم، لكني أنصحك ألا تلمسها. لا تخافي، نحن معك. ما بها؟ لا أعرف، تصرف غريب. أظن أنها خائفة من شيء ما. اهدأ يا أمبلا. إنها الحاسة السادسة، يبدو أن أرجاي وبارنبي في خطر كبير. أرجاي! بارنبي، نجونا. أحتاج لماء بارد. لقد هدأت. أظن أن الخطر يتهدد أرجاي. لم أفهم بعد. ذهب الفارس أرجاي وبارنبي لإنقاذ فرايرتك. فرايرتك؟ أين هو الآن؟ إنه أسير لدى الأفعى الشريرة أوليس. أظن أننا لن نراه ثانية. المسكين، ذلك مؤسف جدا. شخير. أظن أن أحدهم نائم هناك، لننظر. قد يكون حيوانا. فرايرتك؟ من أنتم؟ أنا غريغوري، ألم تعرفني؟ غريغوري، ماذا تفعل هنا؟ فرايرتك يا صديقي، أنت الآن في تيرلا. ولكني منذ لحظات كنت أسير الأفعى. وماذا حدث؟ لقد أتى أرجاي وبارنبي لإنقاذي. لكن الأفعى كانت في انتظارهما. يا لهذه الخبيثة. بعد ذلك يا فرايرتك، أشارت الأفعى إلي. ثم صدر ضوء أعمى عيني. وبعد؟ بعد ذلك لم أعرف ما الذي حدث لي، ثم استيقظت في هذه الغابة. هذا يفسر شيئا، وهو أن أشعة الأفعى الليزرية لا تستطيع التأثير في أهالي منطقتكم. هذا رائع. لم أفهم شيئا. الأمر واضح جدا، أرادت الأفعى قتل فرايرتك، لكن أشعتها الليزرية أعادته إلى تيرلا بدل قتله. إذن أنتم في مأمن. لن تستطيع الأفعى القضاء عليكم على الرغم من تأخركم العلمي. يا للروعة. أنا لم أفهم شيئا. ليس مهما، المهم أن الفارس أرجاي محمي من أشعة الأفعى. أظن أنه لا يعرف ذلك. لن تستطيع الأفعى قتله. وبارنبي؟ بارنبي؟ أنت على حق. أصدقائي، علينا أن نعود أدراجنا. اعتني بأمبيلا يا غريغوري، سوف نعود لإنقاذ بارنبي. كونوا حذرين. إلى اللقاء. أنا لم أفهم شيئا. ستفهم فيما بعد. أظنها غرفة محركات السفينة. علينا أن نسرع، فلا بد أن الأقزام يتبعوننا. هيا. ولكن أين بيلي؟ الأقزام. أركض. أنا أركض بسرعة. هيا. إنهم سريعون جدا. أرجاي، انظر. ماذا هناك؟ إنه نفط، المركب الخامس للترياق. حسناً أيها السادة، أظن أن مغامرتكما قد انتهت. حصرنا. اقبضوا عليهما. عودوا أيها الأقزام. احذر يا بارنبي، الخزانات. ماذا فعلت؟ أنت مجنون. سيحترق كل شيء. لن تخرجوا من هنا أحياء، سوف تحترقون هنا. حقاً؟ علينا أن نهرب بسرعة. ولكن من أين يا أرجاي؟ اقفز يا بارنبي. هيا.
تشتغل في غرفة المحركات. ما معنى هذا؟ معناه أن علينا إخلاء السفينة. الإنذار تخبرني بأن السفينة ستنفجر. لنخرج. كما تريد. جميع البوابات مغلقة. افعل شيئا يا بيلي. حسنا، وجدت مخرجا. أحسنت. رأسي. الحمد لله أنك بخير. هل نجحنا؟ نعم، ولا سيما في تخريب سفينة الأفعى. لابد أنها غاضبة جدا. كما أن مزاجها سيكون سيئا جدا. لقد انفجرت سفينة الأفعى. كم هذا رائع! انظروا من يتصل بنا. مرحبا بارنبي. أرجعي، الحمد لله أنكما بخير. لم ننقذ فرايرتك. لا تقلق عليه يا أرجاي، فهو الآن في تيرلا مع أمبلا، يعنى بها كعادته. سنشرح لك فيما بعد. هل أحضرتما؟ النفط؟ أنا ملوث به. والأهم، سفينة الأفعى دمرت. إذا عودا بسرعة. حقد الأفعى أوليس ليس له حدود، وقد ازدادت ناره بعد أن فجر أرجاي وبارنبي سفينتها، فكيف ستنتقم منهما؟ هل سينجح الفارس أرجاي وأصدقاؤه في هزيمة قوى الشر وتجنب الأفخاخ التي تنصبها لهم الأفعى أوليس؟ وهل سيتمكنون من صنع الترياق الذي ستشفى به أخته أمبلا ويسهم في القضاء على الأفعى من أجل أن يعم الأمن والهدوء العالم كله؟ أسئلة كثيرة ستجيبنا عنها أحداث الحلقات القادمة من مسلسلكم الشائق الفارس أرجاي. لا تفوتوا الحلقة القادمة منه، وهي بعنوان العنصر.